فمن ذلك أن تقرأ الفتوحات التي وقعت في عهد عمر، أولها القادسية، وقبل القادسية اليرموك حيث أكمل مسيرة أبي بكر، ولكنه مما صفى له كله القادسية لما أراد أن يقاتل الفرس بنفسه رضي الله عنه، فمنعه من ذلك علي بن أبي طالب وقال: من يكون للمسلمين إذا قتلت؟ بل تبقى. قال: فمن أرسل لهم؟ قال: الأسد في براثنه سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك. فقال: هو لها. وخرج سعد بن أبي وقاص إلى القادسية، وكان النصر المؤزر للمسلمين في تلك المعركة. ثم جاءت بعدها نهاوند، وجاء فتح تستر. دوخ الفرس عمر رضي الله عنه حتى أتي عمر بتاج كسرى بين يديه وسواريه، فنادى سراقة بن مالك وقال: ألم يعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى؟ قال: نعم. قال: فدونك سواري كسرى. فأخذهما سراقة بن مالك. وكان بعد ذلك معركة أجنادين، وقصته مع الأرطبون، وقال: لأرمين أرطبون الروم بأرطبون العرب. فأرسل إليه عمرو بن العاص. ثم كان فتح بيت المقدس. وما أدراك ما فتح بيت المقدس؟ تلك الرحلة المباركة لما فتح أو حاصر أبو عبيدة بيت المقدس، فقالوا له: لا نسلم مفاتيح بيت المقدس إلا لرجل صفته كذا وكذا. قالوا: هذا عمر. قالوا: إذن لا نسلمها إلا لعمر. فأخبر عمر بذلك، فخرج من المدينة على بعير هو وخادمه، يركبه مرة ويركب خادمه مرة ويمشيان مرة، حتى وصل عمر إلى بيت المقدس والخادم يركب وعمر يمشي يسوق الدابة. فأقبل أبو عبيدة إلى عمر وهو القائد، ويعرف الروم ذلك ويرون ذلك بأعينهم، فجاء أبو عبيدة ليقبل يد عمر، فانثنى ليقبل يد عمر، فانثنى عمر ليقبل قدم أبي عبيدة، فرجع أبو عبيدة قال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: ترجع أرجع، تقبل أقبل. قال: إذن أرجع يا أمير. قال: أنا أرجع. فرجع أبو عبيدة، ثم دخل عمر واستلم مفاتيح بيت المقدس، ودخل المسجد، وكان كنيسة، فقسموا نصفين وجعل المسجد في قبلته، ثم أمر بتنظيف المكان عند الصخرة، وكان اليهود يلقون القمامة هناك حتى سميت كنيسة القمامة، وإلى اليوم اسمها كنيسة القمامة، حاولوا أن يهذبوها سموها كنيسة القيامة، وإنما اسمها كنيسة القمامة لأن اليهود كانوا يرمون القمامة هناك. فقام عمر فنظف الصخرة بيده، بدأ بيده بتنظيف المكان، ثم تسابق الناس إلى تنظيفه حتى جعله قسمين، قسم فيه المسجد وقسم فيه الكنيسة. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أراد معاوية أن يغزو البحر في عهد عمر بعد أن كانت الانتصارات الكبيرة على الروم، واقتربوا من البحر بل وصلوا البحر. قال معاوية لعمر: لو نغزو البحر حتى يصل الإسلام إلى ما بعد البحر. فقال عمر: لا. فقال معاوية: بل تفعل. صار يصر
على ذلك. فنادى عمر عمرو بن العاص لأنه سافر في البحر كثيرا، فقال: تعال يا عمرو حدثني عن البحر، ما هو البحر؟ قال: خلق كبير فيه خلق صغير، إذا هاج غرق، وإذا هدأ فرق، هدوءه يقتل وموجه يقتل، والناس فيه كدود على عود. قال عمر: والله لا أركب عليه أمة محمد أبدا، ورفض رضي الله عنه، حتى كان ذلك في زمن عثمان. أصر معاوية على عثمان، فقال له عثمان: بشرط أن تركب أنت وزوجتك في البحر مع الناس. قال: أفعل. وركب، وكان بعد ذلك فتح إفريقيا عن طريق البحر. ومرت هذه السنوات الطيبة المباركة من حياة عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى تسلط عليه كلب من كلاب المجوس يقال له أبو لؤلؤة المجوسي، فطعنه وهو يصلي الفجر رضي الله عنه وأرضاه. وكانت الشهادة لعمر، أكرم الله عمر بهذا الموت وأخزى ذلك الفاجر الكافر المجوسي عندما قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وبعد أن طعن أرسل إلى أم المؤمنين عائشة، أرسل ابنه عبد الله وقال: قل لأم المؤمنين إن عمر يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه، يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه. فأذنت عائشة رضي الله عنها، ودفن عمر مع صاحبيه، والله الذي لا إله إلا هو سيحشر مع صاحبيه، وسيدخل الجنة مع صاحبيه، وسيكرم الله نزله ويعلي درجته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم مع عمر ومع سيدي عمر وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان في أسئلة. جزا الله شيخنا أبا محمد خيرا على ما أجاد وأفاد، ونفتح مجالا للأسئلة بإذن الله عز وجل. سوف نأخذ بإذن الله عز وجل أولا الأسئلة في الميمنة، ثم في الوسط، ثم في المشهد. في سؤال هنا مشاك في نفس الموضوع يا أخوة، أو في الفقه، أو أي سؤال ثاني كيف مفتوح يا أخوة حتى في الفقه. طيب تفضل شيخ. السلام عليكم. السلام. حياك الله. أبي سبب عداء الشيعة لعمر رضي الله عنه. نعم. سبب مباشر. أبشر. هناك سبب ظاهر وهناك سبب غامض. السبب الغامض الذي لا يظهرونه هو بغض الدين. ولذلك يقول أبو زرعة: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. فإن القرآن عندنا حق، والسنن عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فالسبب الأول هو الطعن في الدين، وهذا من قبل معمميهم وكبارهم، يعني كرها للدين. ولا شك أن من الأسباب قضية فارس بالذات، كما قلنا أن عمر رضي الله عنه أنهى الله دولة فارس على يديه. وأما عامتهم فبغضهم لعمر غالبا ما يكون بناء على روايات مكذوبة يظنونها حقا، يزعم فيها علماؤهم أن عمر منافق مع أبي عبد الله بن أبي بن سلول وغيره. وأذكر مما قرأت من هذه الروايات أنهم يقولون إن إبليس الشيطان يأتي يوم القيامة يغل بسبعين غل من كثرة ما فعل في هذه الدنيا من إجرام وكفر وزندقة وإضلال وغير ذلك، فيغل بسبعين غل، ثم يؤتى برجل قد غل بمئة وعشرين غل، فيقول الشيطان: ما هذا؟
أنا 70 وهو الشيطان يقول فعلت وفعلت وفعلت 70. هذا ماذا فعل هذا الرجل 120؟ قالوا هذا عمر والعياذ بالله.